جابك ابو وصفي؟ راحوا كلهم راحوا. تعي محمد تعي نقعد احكي لنا كلمتين قبل ما احرق يجي. تعي هيك على رواق احلى. خير تفضل. شو؟ نعم. شوفي لقلك، هلا انت صار معك مصاري والله يهنيك يا رب، يعني بصريح العباره ما عدتي بحاجه لشراكتي، وخصوصي وسوسوكي ولاد الحلال عني بهالاشاعات اللي طالعوها علي. هي يعني بدل ما نقول ام احمد، انا بدي ادخل بالموضوع مباشره هيك دغري. انا دلال، ودلال مهم بهالمنطقه هي، يعني صرت اعرف العب بالسوق لعب مثل ما بيلعب الولد الصغير بالدحال. يعني بدل ما نقول انا ابن مصلحه. وصلني للمفيد ابو وصفي، شو بدك تقول؟ ما شاء الله كتر محبينك وبسلامة فهمي، في لك عندي كم مشروع فطالع من وراه الذهب، وانا بلا ما نقول بلحص اصبعتي يعني بطالع الكوميسيون تبعي، وان شاء الله ما بغشك يا ام احمد. يعني مثل شو هالمشاريع؟ في عندي ارض زراعيه نواحي ببيلا، بندفع لنا قرشين وبنطالعها بنايه، قرشك بصير 10، لا واكثر من 10 كمان. رجعنا للبنايات ابو وصفي مشان توقع على العالم وتدفعني ما فوقي وتحتي. باطل يا ام احمد، انا معقول يضري؟ قلت لك لا تسمعي هالكلام اللي عم ينحكى. انا وينك هلا باخذك بعمل لك جوله على كل البنايات اللي عم تتعمر بالبلد، وفهمك قصه العمار من طقطق للسلام عليكم. وخلال شهر زمان بتصيري افهم من 60 مهندس، وانت بلا منقود فتحه يعني ما بتفوتك كفايتي. وينك ام احمد؟ البناية اللي حتى تطلع ماكنة بدك تغذيها، يعني بدك تسخي بالحديد وتسخي بالشمينتو والعيارات والبعطون، وبدك ما تبخلي ابدا لا بالمي ولا بالصاي. ايه انت قولي ايه، ونحن بنحط ايدنا على الارض وبنعمل مخطط وبنبيع على الخريطة وبنقبض. قلتلي نقبض. عن إذنك أبو وصفي لرد على التليفون بس ثواني.